الغدد اللعابية هي الغدد التي تفرز اللعاب في الفم، ويقوم اللعاب بوظيفة مهمة في الفم، فهو يمنع جفاف الفم ويحميه من الأمراض، وبهذا فإن صحة الفم تتأثر بصحة اللعاب، ويؤدي انخفاض إفراز اللعاب بدوره إلى جفاف الفم وتسوس الأسنان، كما يساعد اللعاب في تفكيك الطعام كجزء من العملية الهضمية، ويتم إنتاج اللعاب عن طريق الغدد اللعابية. وقد تصاب الغدد اللعابية تحت الفك السفلي بالعديد من الأمراض، ويعد المرض الأكثر شيوعا في الغدد اللعابية هو العدوى. في هذا المرض تصبح الغدد اللعابية مؤلمة ومنتفخة وملتهبة. وعادة ما تحدث عدوى الغدد اللعابية في الأشخاص الذين يعانون من أمراض كامنة، وعدوى الغدد اللعابية نادرة جدا لدى الأشخاص الأصحاء. قد يكون المرض الأساسي حجرا في الغدد اللعابية، أو انسدادا في قناة الغدد اللعابية، أو شخص يعاني من أمراض أخرى مثل مرض السكري أو السرطان أو ضعف جهاز المناعة بسبب شيخوخة أو مرض معين. ولكن العدوى سهلة العلاج للغاية وليست خطيرة، ويتم وصف المضادات الحيوية لعلاجها تحت إشراف الطبيب، وغالبا ما يتعافى المصاب بالتهاب الغدد اللعابية بصورة تلقائية، لكن من الأفضل أن يراجع الطبيب بهدف التأكد من التعافي التام ولكي لا تحدث أي مضاعفات إضافية. يشكو المصاب بالتهاب الغدد اللعابية من بعض الأعراض المزعجة، ومنها تضخم واحمرار في إحدى الغدد. وفي الحالات التي يكون فيها الالتهاب حادا، فمن الممكن أن يصاب بارتفاع في درجة الحرارة أو الحمى، ويعاني كذلك من انخفاض كمية اللعاب التي تنتجها الغدد، وهو ما يترتب عليه جفاف الفم. وقد يعاني الشخص المصاب بانتفاخ الغدد اللعابية أيضا من عدم القدرة على فتح الفم، وصعوبة مضغ الطعام، وألم مستمر في الفم، والتهابات واحمرار. إذا لاحظت أي من هذه الأعراض، تأكد من زيارة طبيبك، وعليك طلب المشورة الطبية من طبيبك. تساعد بعض الإجراءات على تسريع عملية الشفاء، إضافة إلى أنها تخفف من أعراض التهاب الغدد اللعابية. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي: أولاً، شرب الكثير من السوائل، ومن الضروري ألا تقل هذه الكمية عن 10 أكواب. ثانياً، يتم تدليك المنطقة المصابة بشكل منتظم حتى تنشط الدورة الدموية بها، وبالتالي تعزز من تدفق اللعاب. ويمكن أن يزيد من هذا الأمر كذلك تناول حلوى خالية من السكر. ثالثا، ينصح أيضا بوضع كمادات ماء دافئ على المنطقة المصابة، وذلك لمدة تتراوح من 5 إلى 10 دقائق وحتى ربع ساعة يوميا. في النهاية، انتفاخ الغدد اللعابية تحت الفك السفلي يكون أكثر شيوعا بين كبار السن الذين يعانون من حصوات الغدد اللعابية، والتي يمكن أن تتكون داخل الغدد اللعابية وتمنع تدفق اللعاب إلى الفم. ويحدث انتفاخ الغدد اللعابية تحت الفك السفلي أيضا عند الأشخاص المرضى أو الذين يتعافون من الجراحة، أو الأشخاص الذين يعانون من الجفاف أو سوء التغذية، والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.